المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي. جاهزة؟ جاهزة. خايفة بتوع الصناعة ييجوا معايا. اشمعنى؟ لو فتش العشة هخرج بملاية. يا سيادة المهندس من غير خطابة. اشمعنى؟ دربني شوية وانا زبط لك الرقابة. هفتش عالديوك وبلا عودة. اشمعنى؟ اجربهم واتأكد من معايير الجودة. دربته مرة ومحبتهوش. اشمعنى؟ اديك يا اختي تلعب اخشوش.